انت عايز تستشير دكتور امراض نسا؟ اسمعي يا بنت يا سماح، البنت ملك لو شفتيها خارجه لوحدها عايزاكي تعملي قرد وتخرجي وراها. فلوس انا هاخدها، عافيه ذوقها خدها، وما تخلينيش اعمل تصرفات ما تعجبكش. مالكش دعوه بيا نهائي، انت فاهم ولا لا؟ ترقيع بقى على تسقيط على حاجات كتير يا اخي. قال لي ان لازم في تدخل جراحي. اسمعي، يا اما تيجي تقابليني بكره يا اما اقسم بالله ما هيحصل كويس. مرات اخوك هتتخطف بعد نص ساعه في المالديف. ويا حازم بقى جالك كلام؟ قلت لك اللي بتاخد حبوب من الحمل قبل ما تولد بيحصل لها مشاكل في الخلفه. يا ابني انا ست كبيره وعندي خبره في الحاجات دي، ويا ما سمعنا حكايات ومر علينا اشكال والوان. يا ابني لما جيت اتجوزها واصريت عليها وما سمعتش كلامي قلت خلاص بقى هو حر. اسمع يا ابني، ولاد الناس الاغنياء قوي دول مالهمش عيشة، ما بيعمروش في جوازة، كأنهم يعني فاكرين الجواز ده مجرد لعبة تسلية بيلعبوا بيها. طب بسمتك في بنت في الدنيا ما تحلمش انها تكون أم؟ يا ابني دي الأمومة دي غريزة عند كل بنت. بصراحة بقى مراتك دي هي اللي مش عايزة تخلف. أنا عشان كده أحرجتها قدام قريبتها عشان ما ترجعش تقولي أنت جبت الكلام ده منين. قريبتها دكتورة أمراض النساء هي اللي قالت مش أنا. ده انا مش قادر اوصف لك كانت عامله ازاي، وشها كان جايب 100 لون. ولما احرجتها يعني حصل ايه؟ هنروح لدكتور يديها منشطات. انت فاكرانا ماما هسكت ولا ايه؟ وبعدين هي الوقت في مركز ضعف مش قوه، وبتحاول ترضيني باي شكل عشان طلعت كدابه قدامي. يا ابني يا حبيبي، هي كل ما بتركب الطيارات وتتعرض لضغط مش هيحصل حمل، وحتى لو حصل هتسقط، وساعتها هتقول لك بقى هنعمل ايه، اسمتنا كده. يا ابني مراتك هي اللي مش عايزه تخلف. مش معقوله يعني يا ماما، مش للدرجه دي يعني. بعدين مش لما تحمل الاول. بقول لك ايه، عشان يحصل لازم تشرط عليها انها تسيب شغلها. فاطمه بيبي، فاطمه فاطمة فاطمة الو الو الهاني يا حازم، الهاني الهاني فاطمه فيها فاطمه. الو الو يا حازم باخر. ها فاطمة اتخطفت. ايه؟ كل اللي سمعته صوت فاطمة وهي بتصرخ بس. اقفل يا خالد، اقفل اكلمك تاني شكلهم بيتكلموا. الو مراتك معانا يا اخ حازم، اوعى تفكر مجرد فكرة انك تكلم الشرطة، لان في اللحظة دي مراتك هتتذبح. انتوا مين وعايزين ايه؟ 100,000 دولار. Thank you.
ها حسن آخر ها إيه؟ 200,000 دولار؟ ده مبلغ كبير قوي يا حسن. طب انت ما جربتش تبلغ البوليس ولا تسأل أمن الفندق الزفت اللي انتوا قاعدين فيه ده ازاي مراتك تتخطف؟ يبقى هو ها؟ طب ايه ده يا حسن؟ ايه ده يا حسن؟ انا هتصرف. سلام. انا هوديك في 60 داهيه لو ما قلتيش مرات اخويا فين. يعني هو ده جزائي؟ انا هعرف منين؟ وبعدين ده انا كلمتك احذرك قبل ما تتخطف. لو ليه علاقه بخطفها هحذرك قبلها ازاي يعني؟ امال يعني عرفتي منين حضرتك؟ بتشوفي الغيب؟ تقدر تقول حاجه زي كده؟ الاجتماع طول قوي مع العميل. مفيش مشكله يا مستر يوسف. مستر عاصم كلمك مرتين وسال على الارضيات السري دي، وانا قلت له ان هم وصلوا الجمارك والمخلص بتاعنا بينهي الاجراءات. تمام تمام. بكره عايزك الصبح اول حاجه تعمليها كلمي الراجل بتاع شركه الرخام، حددي معاه ميعاد، بس انا مش هقعد مع مدير اعماله يا هو يا بلاش. كمان وانت جايه عديلي على شركه مودرن فلور، هاتيلي منهم 360 كرتونه من الحاجات الجديده اللي انا باخدها منهم. تمام يا مستر يوسف، أنا كنت هعمل كده من نفسي. شاطرة يا أمي. ردي. لا عادي مفيش مشكلة. يبقى ده الموز. ماشي. أعمل إيه؟ مذنباه تحت بقاله نص ساعة. ما أنا قلت لك كبري دماغك منه وأنا جاهز يا أمل، أنت مش عايزة. أعمل إيه بقى؟ بحبه. تحبين؟ صحيح يا أمل، عايز أسألك على حاجة مهمة. تفتكري لو في حاجة اسمها حب؟ أنا مش قصدي حاجة، بس يعني شوف ان كل مشاكل الطلاق بسبب موضوع الفلوس. الاول بيبقى حب، اول ما اتجوزوا يحصل مشاكل، معظمها من موضوع الفلوس. انا بحكم ان انتي معاشرانا هنا عارف يعني ان الموضوع في الفلوس مش قد كده. انا مش قصدي حاجه، بس يعني انت عارف انا بخاف عليكي واعتبرك زي اختي يعني. اجمل حاجه في الدنيا هي الحب. هو صحيح على قد حاله، بس انا مؤمنه بيه وبحبه، هو كمان مؤمن بيا وبيحبني. ماشي، تكسبيني المرة دي، مبسوط منك، عشان كده أصرف لك مكافأة كبيرة. رايح الخزنة أقول لهم مستر يوسف قال اصرفوا لي 20 جنيه، يلا بسرعة. ميرسي جدا. ألو، يا خلودة. ألو. يا حازم، ايه في ايه؟ مال صوتك؟ هو ايه اللي حصل يا خالد بالظبط؟ زي ما قلت لك يا يوسف، فاطمه اتخطفت. اتخطفت ازاي؟ وحازم كان فين؟ يقول لك نزل يجيب اكل. اكل؟ ده كلام برضه. اشرب بيها. تقلقش تقلقش، كل حاجه ليها حل ان شاء الله، كل حاجه تتظبط. يا جماعه، ايه اللي موقفكم كده؟ في مصيبه. مصيبه ايه؟ في ايه؟ تعالى بس نروح نقعد في مكان ونتكلم في الموضوع ده. فهمونا يا جماعه. تعالى بس تعالى. اه يا جماعه فهموني، يعني ريد روز دي موزه يعني تستاهل ان احنا قاعدين لها وبنتكلم عليها كده يعني؟ جرايه يا يوسف بقى، انا قلت لك الموضوع جد يا اخي. تمام اتفضل، انا معاك. اتفضل. الموضوع بتاع ريد روز ده هيجنني. انا بفكر ابلغ ما بحصل الانتصابات. اوعى تعمل كده. ليه بقى ان شاء الله؟ لان لو ريد روز دي فعلا زي ما انت بتقول كانت عارفه ان فاطمه هتتخطف، ده معناه انها اكيد مشاركه في موضوع الخطف ده، او على الاقل تعرف العصابه اللي خطفتها. انا بحاول افهم انت بتقول ايه، بس يعني فهمني اكتر. يعني لو خالد بلغ عنها ممكن جدا العصابه دي تنتقم منه. خالد ماله؟ اشرف عنده حق،
لازم الاول نعرف ريد روز دي تطلع مين عشان نعرف نتعامل معاها ازاي وناخد حذرنا. بس يا جماعه الموضوع كده خطير جدا. طالما خطفوا فاطمه في المالديف يبقى دول عصابه دوليه. لازم نفهم عايزين مننا ايه بالظبط. هنفهم بس واحده واحده. احنا لازم نتعامل مع الناس دي بحذر شديد جدا. الناس دي خطفت يعني ممكن يعملوا اي حاجه، ممكن يقتلوا. كل اللي عملوه ده وعايزنا ناخد حذرنا. ناخد حذرنا نعمل ايه يعني؟ خالد هيديك الاكونت بتاعها على الفيسبوك وانت هتشتغل عليها لغايه ما توقعها. اظن انت بقى يعني دي منطقتك. لا انت ما دام قلت نوقعها يبقى انت جيت في ملعب اخوك جو. اشرف كده صح فيها خالد؟ ما هو قال نوقعها. ماشي انا موافق. انا هقول لكم نعمل ايه. انا ممكن اعمل اكونت مستعار على الفيسبوك باي اسم، تحلاب الليل، يرضيك انام ودميت على خدي. ما هي دي الاسامي يا خالد اللي شغاله دلوقتي. سيبني انا بس، اخوك عارف بيعمل ايه. بس نتفق اتفاق، طلعت موزه الموضوع يلزمني، طلع اي حاجه تانية كل واحد يشيل شيلته، انا اوت. اتفقنا؟ بقول لك يا اشرف انت لازم تخش على الاكونت بتاعها انت كمان. ما انت عارف ان انا ماليش موضوع التثبيت ده يا سيدي. ما هو التثبيت سي يوسف هيعمله ان شاء الله. خش لها انت باي سكه تانية، يبقى كل واحد بيجرب طريق. حاضر بس المهم انت هتعمل ايه؟ انزل الصبح احاول فلوس لحازم. تحاول فلوس ايه؟ طب افرض حاولت الفلوس وعملوا فاطمه حاجه وما رجعوهاش. ما رجعوهاش ليه؟ طالما هياخدوا فلوسهم هيرجعوها. وبعدين يعني انتوا شايفين في ايدي حل تاني. وحشتيني جدا. لخص يا اياد، هات من الاخر وبلاش الطريقه دي معايا. هو في ايه بس؟ احنا ايه اللي حصل لنا؟ ده احنا ما كانش في اتنين زينا. يا حبيبتي الناس كلها كانت شايفه ان احنا الاتنين اكتر كابل لايقين على بعض. لو هتكمل بالطريقه دي انا همشي. لا خليك اقعدي. انت عرفت ان كميل خطيب باسكال طلب فتح قضيه موتها من جديد؟ ايه؟ ما انا قلت لك عايز اشوفك ضروري ليه؟ شفت بقى ملك ان انا خايف على مصلحتك؟ انا مش فاهم ليه بقيتي على طول كده فاهماني غلط. يا ملك ده انا جيت مصر مخصوص عشان احذرك. طبعا بقى عرفت دلوقتي انك ظلمانه. ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيك بدري كده؟ اعمل لك ايه يا عم حس؟ مش عارف اقابلك ولا اتكلم معاك. قلت ما اصحى لك بدري شويه عشان اتكلم معاك في موضوع. تتكلم معايا في ايه؟ ما احنا بنتقابل في الشركه كل يوم يا زين. مالك يا ابني؟ في ايه؟ في ايه؟ ما انا زي الفل اهو. زي الفل ايه يا راجل؟ ده انت بتنزل من صباحيه ربنا ما ترجعش غير بالليل متاخر. في ايه؟ ما انت عارف سحله الشغل اللي احنا فيه. يا سلام، ده بقى على اساس ان انا بشتغل في شركه ثانيه. يعني هو انا لازم اعمل كل الشغل من الشركه؟ ايه ده؟ هو انت بتشتغل في حته تانية وانا ما اعرفش؟ يا زين، وده معناه ان انا بشتغل في شركه تانية؟ ما تبطل الغاز بقى احسن وتكلم في الموضوع على طول. موضوع ايه وبتاع ايه؟ على فكره انت اللي عايز تتكلم معايا، مش انا اللي طلبت اتكلم معاك. مخبي ايه يا حسام؟ كنت مخبي ايه يعني يا زين؟ اكيد ولا حاجه. من الاخر كده بعمل شغلانه يا اخي، اطلع منها فلوس، مصلحه يعني. وايه بقى نوعيه المصالح دي؟ شقة عايزة تتباع، عربية قديمة فيها مصلحة نشتريها وبعد كده نبيعها كده. وهي الحاجات دي محتاجة ان انت تقضي ال 24 ساعة بره البيت. جرى ايه يا ياسين؟ ما انت عارف ان انا بقابل عملاء، بنقعد نتكلم ونتناقش ونفاصل، وكل الكلام ده بياخد وقت. مش فاهمك يا اخي، بس عندي احساس كده انك ماشي في سكة غلط. غلط ايه وبتاع ايه؟ انت هتلبسني مصيبة على الصبح. يا اخي افهم، امك قلقانة عليك. ايه مالها هي كمان؟
يعني يا اخي خش خبط عليها، سلم عليها، بوس ايديها، اكبر بخاطرها. اكبر بخاطرها ليه؟ وانا عملت لها حاجه؟ يا اخي دي تعبانه، خش اطمن عليها وطمنها عليك. ما انا بكلمها كل يوم بالتليفون من الشركه. تليفون ايه يا اخي؟ يبقى امك عايشه معاك في نفس البيت وتقول لي بتطمن عليها في التليفون؟ يوه انتوا مالكم من امبارح؟ في ايه؟ في حاجه مخبيينها عني؟ لا خالص يا حبيبتي، مفيش اي حاجه. انت بس يا فراوله عشان بتحبينا قوي فبتخاف علينا بزياده، بس احنا كبرنا خلاص يا فراوله، ما بقيناش صغيرين. جايز انا عايزه اقول لكم ان انا هتاخر في الشغل الايام دي كل يوم لحد حازم ما يرجع من السفر، مفيش حد يساعدني. انت مش تخلي عندك دم وتيجي تساعد امك. مين يا فراولة أنا؟ أنا فراولة عندي شغل كتير أوي، ده أنا عايز اللي يساعدني. ما تاخدي ملك. ملك إيه؟ ملك ما بتعرفش حاجة في السياحة. والله فكرة، أنا كل اللي عايزاه منك إنك تشرفي معايا على شركك، وهقول لك كل حاجة، واقعد تتسلي. وما تخافيش، هعمل لك مرتب كويس. أي خدمات. إيه بس اللي بتقوليه ده يا طنط؟ أنا أساعد حضرتك من غير أي حاجة. حبيبتي أنا بهزر معاكي. والله عارفة طبعًا. أنا بس كان قصدي إني خرجك من الجو اللي أنت فيه ده. ويعني قليكي شوية تتسلي وتشوفي ناس بدل ما تقعدي لوحدك تسرعي وتفكري. ميرسي قوي يا طنط، ربنا يخليك. أنا مضطر أستأذن يا جماعة عشان ورايا مشوار مهم. بعد إذنكم. أنا كمان عندي شغل. وأنا كمان لازم أمشي. عندي ميعاد مع مديري. نشوف آخرتها إيه في القرف ده. ربنا يقويك. سلام يا حبيبي. مالك؟ انا كنت عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ اياد. هو انت وهو اصحاب قوي كده؟ اياد مين؟ اياد صاحب اخويا خالد. اشمعنى؟ ولا حاجه، شفتكم مع بعض امبارح. يوسف ما تجيبش سيره الموضوع ده قدام حد من فضلك. فيها مالك؟ عندي مشكلة كبيرة ومش عارفة أتكلم مع حد، مش لاقي حد يساعدني. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ طب أوعدني الأول إنك مش هتقول لحد. يا مالك مش هحكي لحد، ما تقلقنيش، قولي لي في إيه؟ يعني إيه؟ مصلحة كده بخ؟ طارت؟ نبيل أنا على آخري، مش طايق حد أقسم بالله. أبوك ده طلع راجل عقر، يا لا إيه ده؟ إيه ده؟ ولا عقر ولا حاجة. الظروف هي اللي خدمته وعرف الخط باسم مين. المهم دلوقتي يا معلم لازم نشوف حل مع ابويا ده. دي اهم حاجه، لان الدنيا بتنشف وكده مش هينفع صاحبي. طيب فكر بقى معايا نشوف هنطلع منه كاش ازاي. صح، لازم نفكر. فكر يا نبيل. حاضر يا عم. اهو يا عم بفكر. يا حازم. ايه يا حبيبي، انا خلاص حولت لك ال 200,000 دولار من الحساب عندي. تمام؟ طمني بس اول ما الفلوس تجي لك واول ما فاطمه ترجع. خير يا حبيبي ان شاء الله. مع السلامه. سلام. ثانك يو. هتعمل ايه بقى؟ مراتي
معقوله ملوكة كل ده شالها في قلبك وساكته؟ هعمل ايه بس يا يوسف؟ وجي كمان موت ماما وكمل عليا. الله يرحمها. ملك انت لسه بتحب الواد اللي اسمه اياد ده؟ ايه؟ انا مش طايقه ابص في وشه. ده اقذر حاجه ممكن تقابلها في حياتك. كنت فاكره هيكون ظهري اتحمى فيه. طلع واد واطي وخسيس. فضل يساومني، بان على حقيقته. مش قادره اصدق، مش قادره اصدق بجد ان انا امنته على سر خطير زي ده. صراحه طلع واد زباله قوي. في حد يساوم واحده على حبها لي؟ بس انت كنت معذوره ملك، يعني كنت محتاجه حد يساعدك. طبعا كنت متخيله ان هو الفارس الهمام اللي هياخدك من اللي انت فيه. اللي زي اياد ده ما بيحبش حد في حياته غير نفسه. انسان سلفش قوي. انا ساعات كده كنت بحس انه سادي سايكو، بيتلذذ انه يعذب الناس او يحب يحس الناس ان هي محتاجه له او يمسك حاجه على حد. ما تفهمش هو دماغه رايحه لفين اساسا. انا مش قادره اصدق انا كنت مخدوعه فيه الفتره دي ازاي. مش قادره. طبيعي واحد بالاخلاق دي ممكن يخدع الدنيا كلها. اكتر حاجه مستغرب لها ازاي ده صاحب خالد اخويا. عشان ما يعرفش وشه الحقيقي. الواد ده عنده قدره غير طبيعيه، يلبس بوكر فيس ويعيش في دور ان هو شخص محترم وما يقلعوش ابدا. هو انت ناوي تعملي ايه؟ مش عارفه يا يوسف، حاسه نفسي ضايعه. كنت خايفه اقول لاي حد على اللي حصل، علشان كده كان لازم اقولك. بجد مش عارفه اتصرف ولا عارفه افكر. حازم، حازم، حازم فوق يا حازم، حازم، حازم فوق يا حازم، حازم فوق. انت كويس حازم؟ يا حازم رد عليا، انت جرالك ايه؟ حازم فوق قوم، انت كويس؟ فاطمة انت جيتي هنا ازاي؟ حد عمل فيكي حاجة؟ كنت مخطوفة فين؟ شفتي اي حاجة ردي عليا. انا كويسة، انا كويسة الحمد لله. انا كنت هنا في الاوتيل. ايه؟ بعد ما انت خرجت في واحد جه خبط على الباب، افتكرت الهاوس كيبنج، فتحت الباب خدرني ولقيت نفسي في اوضه تانية، ودلوقتي كمان خدروني وجابوني على هنا. كل اللي فاكراه ان انا سمعتهم بيقولوا هيطلبوا منك 100,000 دولار. انت دفعت الفلوس دي؟ ايه يا حازم طمني. طب الحمد لله انها رجعت. يا ابني فداكوا الفلوس طالما انتوا كويسين. بس اسمع بقى يا حازم، انا عايزك بكره الصبح اول طياره تلاقيها تاخد مراتك وترجعوا على مصر على طول. واضح ان في ناس هناك راصدينكم. يا ابني فهمني، ابقى خدها واقعدوا في اي اوتيل قضوا شهر العسل، احنا مش ناقصين وجع دماغ يا حازم. ماشي عم. وسلم لي على فاطمه وقول لها الحمد لله على سلامتها. يلا تيجوا بالسلامه. مع السلامه. ايوه يا يوسف، مرات اخوك رجعت خلاص الحمد لله. ايوه يا سيدي، هو لسه مكلمني قايل كلم اشرف بقى طمنه، وكلم حازم اسال عليه برضه. يلا سلام. عبد الله على سلامه فاطمه. أنا إيه اللي خلاني أقول ليوسف؟ أنا اتسرعت قوي. بس كنت هعمل إيه؟ ما هو كان لازم أقوله بعد ما شافني مع زفت الطين اللي اسمه إياد ده. وبعدين كان كمان لازم أقول لحد. مبقتش قادرة على السر ده لوحدي. ترى ممكن يقول لخالد؟ لا لا لا، يوسف طول عمره طيب وجدع. بس أنا مش عارفة كان يوسف هيعرف يعمل حاجة مع إياد ده ولا لأ. حاسة إن يوسف الوحيد اللي داير في العيلة دي وهيعرف يتعامل كويس قوي مع صياعة إياد. على العموم أما أشوف الدنيا هتمشي إزاي ربنا يستر.
اتفضل. هاي حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا طنط كويسه. هتيجي معايا الشغل بكره؟ اكيد طبعا. يعني هتطلبي مني حاجه واتاخر عليها؟ لا لا يا حبيبتي، انا عايزاكي تعمليه كده بس علشان تملي وقت فراغ، لكن لو انت مش متحمسه انا ما عنديش اي مشكله. بصي وانا هاجي معاكي الشركه ان شاء الله، وانا متحمسه جدا لحد ما حازم يرجع ان شاء الله بالسلامه. عايزاكي بقى في الفتره اللي جايه تفكري هتعملي ايه في البورصه بتاعك، يعني مثلا هتحطيه في البنك وتاخدي ارباحه، ولا تشتري عياده وتشتغلي فيها. انا قلت فكره لخالد وهو متحمس ليها. بجد؟ فكره ايه؟ قلت له اعمل لك اوضه في المركز الطبي بتاعه كعياده خاصه ليكي لحد ما تعملي انت عياده، ايه رايك؟ بصي هو طبعا ميرسي لحضرتك ولخالد، بس يعني شايفه يعني انه عياده دكتوره امراض نساء في مركز طب اسنان غريبه شويه. بالعكس انت هنا ما تعرفتيش، وخالد ابني معظم اللي بيتعالجوا عنده الستات، ودي دعايه مجانيه ليكي، وانك تكوني جزء من مركز طبي اوريدي شغال كويس قوي. كل واحدة هتيجي تعالج سنانها هتعرف ان في دكتورة امراض نساء هنا، وده كويس جدا. لكن لو فتحتي عيادة على طول هتاخد وقت طويل على بال ما تشتغل والناس تعرفها. ما شاء الله عليك يا طن، حضرتك براكتيكال خالص. حبيبة قلبي انا. ادخل. سعادة البي. خير، في حاجة؟ أستاذ أشرف مستني سعادتك بقى. أهلاً يا أشرف. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور يا خالو. خير، إيه الزيارة المفاجأة دي؟ خير إن شاء الله يا خالو. هو بصراحة أصل كان في موضوع كده كنت عايز أفتحك فيه من فترة، و يعني مشاكلي مع مراتي الفترة الأخرانية كانت لخماني شوية. شكلك مع مراتك؟ لا لا لا، اقعد واحكي لي. اقعد اقعد. خير يا ابني؟ إيه بقى يا سيدي المشاكل اللي بينك وبين مراتك؟ يعني عشان موضوع الخلفة، هي عايزة تأجل الحمل شوية عشان ظروف شغلها، وأنا بصراحة أصريت إن إحنا لازم نخلف دلوقتي، عشان كده جيت لك. أشرف يا ابني، أنا مش دكتور أمراض نساء. لا ما أنا مقصودش كده يا خالد، بس أنا قلت الست اللي هتكون أم لعيالي لازم أطمن كويس قوي لسمعة تالتها. سمعة تالتها؟ سمعة تالت مراتك زي الفل، مالها؟ وأنا كمان كنت متأكد إن سمعتهم زي الفل، لحد ما اكتشفت إنك على علاقة بفريدة جبال. لا يا أشرف، أنا مفيش علاقة بيني وبين فريدة جبال. فريدة الجبالي تبقى مراتي.